تركب وصلة ثانية وهكذا حسب ما العميل عايز. عايز 10 يعني انتوا يعني هو عايز كم متر تحت؟ حوالي 36. طب جميل، تجيب ميه نظيفه. حلو، 136 بتجيب ميه حلو. يا رب يقويكم. يعني انت حسب رغبة العميل عايز 20 25 30 حسب الارضية. تمام تمام. طب انت عرفت ان هنا العمق المية ازاي؟ شغالين هنا قبل كده. تمام تمام. يعني حوالي 35 متر 36 متر. ما زلنا نستكمل عملية دق ترمبة مياه الشرب. سيتم تركيب الوصلة الثانية بعد أن نزل بالعمق بالوصلة الأولى. هذه هي الوصلة الثانية. هذه المكنة تقوم بفحم الأرض وما يتم استخراجه هو طين من عمق الأرض. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. عليه الصلاة والسلام.
تركيب الوصلة الثالثة، الوصلة الحديدية الثالثة. ربنا يقويكم، ربنا يقويكم. دي ان شاء الله الوصله الثالثه، ان شاء الله الوصله الثالثه. ربنا يقول يتمم على خير يا رب، يا رب ويبارك لاصحابك يا رب. يا رب وانتوا كلكم ناس افاضل، وانتوا كلكم ناس محترمين. ان شاء الله دي الوصلة الثالثة. دي بقى الطينة دي اللي هي من الأرض. هو الدوران اللي تحت ده بيخلي الطينة اللي تترفع فوق، في دوران تحت كده. يعني هي حفار. بتفحر وتطلع الطينة. ضغط المية اللي بتطلع الطينة والحفار اللي بيفحر. تمام. يعني ضغط المية اللي بينطر الطينة فوق. مع إن الحفار ليه فراغ، عامل فراغ دوران كده. أيوه بالظبط. هما تلات ريش كده. أيوه. فترة تقيلة وشرب الشاي. عايز تشرب شاي؟ لا ليه؟ لا يا عم نشرب.